السلام عليكم ورحمة الله. وصل وفد نوامي رفيع المستوى إلى العاصمة المؤقتة عدن في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤولين أمميين إلى البلاد. ويضم الوفد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي. وفي وقت سابق كان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد وصل إلى تعز على رأس وفد طبي للاطلاع على الوضع الصحي الذي تعيشه المحافظة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقش أهداف هذه الزيارة وكيف ستنعكس على الوضع الإنساني في البلاد. هذه الزيارة تأتي في ظل اتساع الأزمة الإنسانية القائمة والتي تمضي بشكل متسارع نحو كارثة كبرى تصنفها التقارير الأممية بأنها الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم في الوقت الراهن. تعول الحكومة في هذه الزيارة أن تكسب ثقة المنظمات الأممية بما يسمح بتحويل نشاط هذه المنظمات إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهو المطلب الذي ظلت الحكومة ترفعه منذ تحرير عدن. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. زيارة هي الأولى والأرفع للمنظمات الإنسانية إلى عدن عاصمة اليمن المؤقتة، ذلك العنوان الأبرز في يوم عدن الأخير. أما في تفاصيله فقد شملت زيارة المدراء التنفيذيين لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي. وبحسب مراسل قناة بلقيس فإن الوفود ستفتتح مكتبا للطوارئ والإمداد في عدن، بالإضافة إلى مكتب آخر يماثله في صنعاء. زيارة المنظمات الثلاث جاءت بعد وصول الرئيس التنفيذي للصليب الأحمر بيتر ماورر إلى عدن، وعليه تبدو هذه الزيارة مهمة وينتظر أن تأتي بالكثير من النتائج الإيجابية، خصوصا أنها تأتي في ظرف فارق وحساس بالنسبة لليمن الذي يعيش أسوأ مآسي القرن، حيث تفتك الأوبئة والأمراض بعشرات الأشخاص يوميا. وبحسب آخر إحصائيات للأمم المتحدة فإن طفلا يموت كل 10 دقائق بسبب أمراض كان يمكن الوقاية منها في حال توفر الحد الأدنى من الخدمات الصحية. مراقبون يرون أيضا بأن هذه الزيارة جاءت للاطلاع عن قرب على الأوضاع في العاصمة المؤقتة، خصوصا بعد الدعوات التي داومت الحكومة على إطلاقها خلال الفترة الماضية من أجل نقل مقرات هذه المنظمات إلى العاصمة المؤقتة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وابدا هذه الحلقه مع المتحدث باسم اللجنه الدوليه للصليب الاحمر عدنان حزام من صنعاء. مساء الخير استاذ عدنان، او من تعز عفوا. استاذ عدنان مساء الخير. مساء النور اخي، مرحبا بك. في البدايه نود لو تعطينا فكره عن اهداف هذه الزياره وايضا النتائج المتوقعه منها. نعم، وصل يوم امس رئيس اللجنه الدوليه للصليب الاحمر بيتر مورر إلى عدن، وخلال زيارته كان في تفقد بعض المستشفيات وكذلك الوضع الصحي في المدينة. اليوم نحن في تعز، قمنا بزيارة بعض المستشفيات كذلك، واطلعنا على الوضع المأساوي الموجود في المدينة. نعم، تهدف الزيارة إلى تسليط الوضع الإنساني الموجود حاليا في اليمن للغاية. نحن نحاول من خلال جهودنا الإنسانية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك مع حديثنا مع السلطات المحلية وكذلك السلطات الموجودة في البلد من أجل تقديم العون الإنساني والإغاثي، وخاصة بما يخص الوضع الصحي والغذائي. نعم، هل تتوقع بأن ربما هذه الزيارة ستنعكس إيجابيا على مدينة تعز وأيضا على الحالة الإنسانية في اليمن بشكل عام؟ نتمنى أن تأتي هذه الزيارة بنتائج إيجابية، لأن يكون هناك تفاعل من جميع أطراف الصراع، وأن يكون هناك بوادر تحيد على الأقل القطاعات الخدمية والصحية وكذلك القطاعات الهامة التي تعنى بتقديم الخدمات للناس. نحن نأمل أن كذلك أن تتجاوب الأطراف إلى دعوات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسماح إلى زيارة المعتقلين في جميع الأماكن، وذلك من أجل أن يكون هناك تواصل بين المعتقلين وأسرهم وكذلك الاطمئنان على حالة اعتيادهم. نعم،
زرتم عدن واليوم أنتم في تعز أستاذ عدنان، المشاهد أو المشاهدة الأولية للأوضاع هناك، أبرز الاحتياجات التي رصدتموها؟ أعتقد من خلال زيارتنا لعدن وتعز وكذلك سنكون قريبا في صنعاء، نلاحظ أن الاحتياجات في جميع الجوانب، الجانب الصحي، الغذائي، الماء، في كل تلك الجوانب الأساسية التي تمس الحياة اليومية للإنسان اليمني البسيط. فأغلب من قابلناهم يبحثون عن الغذاء، يبحثون عن العلاج، عن الدواء، عن الرعاية الصحية. نحن نأمل أن يكون هناك استجابة دولية أكثر لتقديم العون الإغاثي والطبي للبلد، وأن يكون هناك تأثير من قبل الأطراف، أن يكون هناك تأثير للمجتمع الدولي على أطراف الصراع، أن يكون هناك تحسن فيما يخص الوضع الإنساني في البلد. نعم، رئيس الحكومة أعلن عقب زيارة أو وصول رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعداد الحكومة على تبادل جميع الأسرى مع سلطات الميليشيا في صنعاء، هل تم يعني عمل خطة لهذا الموضوع وإلى أين توصلتم فيه؟ نحن موقفنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر واضح في هذا الجانب، نحن لا ندخل في التفاوض الأطراف في عملية التسليم، ولكن نحن مستعدون على كوسيط إنساني محايد على أن نسهل عملية التبادل. نحن نتمنى ونرحب بأي دعوات في هذا الجانب من أي من الأطراف جميعا. نعم، الترحيب الذي قامت به الحكومة أستاذ عدنان، هل لمستم أيضا ترحيب من قبل الميليشيا الانقلابية في المحافظات التي تخضع سيطرة الانقلابيين؟ كما قلت لك، نحن الآن في حديث مع تلك الأطراف في مختلف المناطق، نتمنى أن يكون هناك استجابة إيجابية في هذا الجانب، وأعتقد أن من مصلحة الجميع ومصلحة تلك الأطراف أن ينظروا لهذه المسألة بعيدا عن السياسة وأن يركزوا على الجانب الإنساني في هذا الخصوص. نعم، خلال الأشهر الماضية ظلت الحكومة تطالب المنظمات الدولية بأن تنقل مكاتبها ونشاطها إلى العاصمة المؤقتة عدن، هل يمكن القول بأن هذه الزيارة تأتي في إطار البحث عن هذا الملف وأيضا الاطلاع عن أوضاع عدن، وهل هي قابلة يعني وهل هي مهيئة لاستقبال هذه المنظمات فيها؟ نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر متواجدون في معظم مناطق اليمن، لدينا مكتب في عدن، لدينا مكتب في صعدة، لدينا مكتب في صنعاء، ولدينا الآن مكتب افتتح قريبا في الحديدة. تلك المكاتب تقوم بأنشطتها بالتواصل مع السلطات في تلك المناطق، وكذلك تقوم بما هو مستطاع في تقديم العون الإنساني في تلك المناطق. نعم، سعدنا سؤال أخير فقط، المعوقات التي ربما تتوقعوها أو تقف أمامكم عائق من تحقيق أي نتائج إيجابية سواء في الجانب الإغاثي سواء في جانب تبادل الأسرى أو ما شابه ذلك؟ أعتقد التحدي الكبير هو أن الاحتياجات ضخمة جدا، والإمكانيات سواء من منظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو المنظمات الإنسانية الأخرى تأتي في الأخير هي نقطة في بحث مقارنة بالاحتياجات الهائلة والكبيرة جدا التي يحتاجها اليمنيين في مختلف المجالات. نعم، أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدنان حزام، كنت معنا من تعز. وينضم إلينا الآن المتحدث الإعلامي باسم إئتلاف الإغاثة في تعز أحمد الصهيبي، مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك، عقدتم أول لقاء اليوم مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أهم القضايا التي ناقشتموها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الزيارة التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر كان هناك زيارة إلى مناطق الدمار للإطلاع على حجم المأساة التي يعيشها الأهالي هناك والمنازل أيضا التي تدمرت. أيضا بالإضافة إلى ذلك قامت بزيارة إلى مستشفى الثورة ومركز الأطراف الصناعية. في المؤتمر واللقاء الذي عقدته اللجنة أنها قررت رفع مستوى الدعم الواصل إلى محافظة تعز عبر اللجنة، بالإضافة كما دعت أيضا بقية الأطراف إلى إيجاد حلول سريعة لإنهاء الحرب كون المأساة لم تعد تحتمل في محافظة تعز. نعم،
من خلال الزيارة الأولى اليوم لتعز من قبل الصليب الأحمر، وهناك أيضا توقعات بأن يصل الوفد الأممي أيضا إلى زيارة تعز، هل تتوقعون أنتم في تعز بأن هذه الزيارات ستحقق تقدما في إغاثة تعز، في فك الحصار عن تعز؟ هي تحقق جهود معينة، لكن لا نستطيع القول بأن هذه الجهود تقوم بحل الإشكاليات وحل وإنهاء المأساة التي تعيشها هذه المحافظة، لكن نأمل استمرار تواصل هذه الوفود إلى محافظة تعز للإطلاع أكثر على حجم المأساة وحجم المعاناة. الوفود التي تصل إلى هذه المدينة تصل في فترات متباعدة، لا يوجد هناك زيارات متكررة. الوضع الإنساني ليس باقي كما هو عليه في أي وقت. هناك تدهور كبير في الوضع الإنساني يحتاج إلى زيارات متكررة، يحتاج إلى دعم متواصل من قبل هذه المنظمات. عليها أن لا تكتفي بهذه الزيارات، أيضا نطالبها بفتح مكاتب ومقرات لها في محافظة تعز. نعم، تكرم بالبقاء معنا أستاذ أحمد، ونشرك معنا في الحديث من عدن السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء غمدان الشريف. مرحبا بك أستاذ غمدان. أهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى ضيفك العزيز وعلى جميع المشاهدين. مرحبا بك أستاذ غمدان. طالما الحكومة ما يعني لفترات طويلة طالبت المنظمات الدولية والإغاثية بنقل نشاطها إلى العاصمة المؤقتة عدن، هل يمكن اعتبار هذه الزيارات من قبل الوفود الأممية هي بداية لنقل مكاتبها إلى عدن؟ اسمح لي أولا أن أؤكد لك أهمية هذه الزيارات، خاصة أنها تأتي من 4 منظمات عالمية وبأعلى صفات رسمية لها، وهي المدراء التنفيذيين والرؤساء لها إلى العاصمة المؤقتة عدن. وأؤكد أن كل المطروح من قبل الزميل أحمد أنه طرح اليوم في المناقشة حول انتقال عمل هذه المنظمات إلى العاصمة، فتح المكاتب الرئيسية في العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك في 6 الأقاليم، خاصة أن اليمن على أساس التقسيم مخرجات الحوار الوطني يكون لها 6 مكاتب وإنهاء اللامركزية، وقد طرح هذا الموضوع اليوم. وكانت هناك يعني تفهم من قبل هذه المنظمات الدولية، وكذلك طرح سبب إعادة الميليشيات الإنقلابية الوصول هذه المساعدات، وخاصة إلى محافظة تعز والمحافظات التي تحت سيطرتهم. وكذلك عملت هذه الميليشيات الإنقلابية خلال الفترة الماضية على نهب المساعدات الغذائية والدوائية، وأكبر دليل ميناء الحديدة التي تنتشر فيها المجاعة ولديها ميناء مفتوح، وهذا دليل على أن هذه الميليشيات تنهب هذه المساعدات وتسخرها لصالح مجهودها الحربي. اليوم تم نقاش وطرح الأمر أنه ضروري أن تتم نقل هذه المكاتب الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك إيجاد مكاتب رئيسية في حضرموت وفي مأرب وفي الحديدة وفي باقي المحافظات بحسب الأقاليم 6. وهناك إن شاء الله تتكلل هذه الجهود بنجاح. نعم أستاذ غمدان، طرح معاناة محافظة تعز والحصار التي تفرض عليها تلك الميليشيات، والسبل التي يمكن دعم هذه المحافظة عن طريق العاصمة المؤقتة عدن، لأنها الأقرب من صنعاء لهذه المحافظة في وصول المساعدات. نعم، ربما هذا هو المرة الأولى أن يعني يصل إلى اليمن وفد من اليونيسف، من الأغذية العالمية، من الصحة العالمية، من الصليب الأحمر، ويصلون أيضا إلى عدن. هل لمستم في اللقاء الأول بهذا الوفد بأن هناك حماس، استعداد كبير لدعم اليمن إغاثيا وصحيا؟ حقيقة الكل عبر عن سعادته أن تحظى العاصمة المؤقتة أن عدن تنعم اليوم بالأمن والاستقرار، وهم قادمين من المطار إلى المقر الرئاسي، كان لهم أكثر من جولة، حسنوا بالتحسن الأمني الملحوظ، حسنوا وشاهدوا حجم المعاناة التي تعرضت لها عدن. لذلك نحن متفائلين جدا أن تعمل هذه المنظمات على دعم اليمن ومساندته. هي قدمت الكثير من الدعم، ولكن للأسف الشديد هذا الدعم ذهب إلى نهبته الميليشيات الإنقلابية. هناك جهود كبيرة تقوم بها الحكومة
وقف حصلنا في مؤتمر جنيف على مليار و100 مليون دولار، ولكن للاسف الشديد هناك تباطؤ في عمل هذه المنظمات نظرا لانها تتواجد في صنعاء تحت صرف وجمع هذه الميليشيات. لذلك تم نقاش اليوم كل هذه الآليات والطرق التي يمكن أن تعمل هذه المنظمات. لدينا منظمة الغذاء العالمي هي تدشن عملها من عدن، وتم توزيع المساعدات من عدن إلى تعز خلال الفترة الماضية. لذلك لابد أن تحظو منظمة الصحة العالمية وكذلك اليونيسف والصليب الأحمر. الصليب الأحمر اليوم، رئيس الصليب الأحمر اليوم متوجه إلى محافظة تعز في زيارته لها، وذلك للاطلاع على هذه المعاناة. لذلك نحن متفائلين كثيرا في هذه الزيارات، وخاصة أنها تطرح الأمر لأعلى رؤساء هذه المنظمات، وإن شاء الله بإذن الله أن تتكلل هذه الجهود بنجاح. لذلك يجب علينا نحن في الحكومة الشرعية صراحة لن سنظل نتابع حتى تفرج هذه الأزمة. وكذلك نحن طالبنا بإطلاق سراح المعتقلين بنسبة 100% كاملا، وأبدينا استعدادنا لتبادل ذلك. سلمنا المعتقلين والمخفيين قسريا إلى رئيس الصليب الأحمر، وهو بدوره سيعرضه على تلك الميليشيات الإنقلابية التي تعنتت وتواصل تعنتها ضد الشعب اليمني. نعم. طيب أستاذ غمدان، تكرم بالبقاء معي وأعود إلى تعز مع الناطق والمتحدث باسم ائتلاف الإغاثة في تعز أحمد الصهيبي. أحمد، خلال الفترة الماضية كانت ميليشيا الحوثي والمخلوع تقوم باحتجاز العديد من شحنات وقوافل الإغاثة المقدمة لتعز. هل يمكن لهذه الزيارة وللوفد الأممية الآن أن يوجدوا حلول ومعالجات لهذه الاعتداءات المتكررة وأيضا الاحتجازات المتواصلة للإغاثة التي تصل إلى تعز؟ بالتأكيد عزيزي، ستكون لهذه الزيارات رد إيجابي من قبل هذه المنظمات، لأنها ستطلع فعلا على المنافذ الآمنة التي بإمكان هذه المنظمات أن ترسل مساعداتها الإنسانية، بحيث أن بقية المنافذ وبقية المعابر المؤدية إلى مدينة تعز جميعها مغلقة وجميعها غير آمنة. نعم. هل لمستم جدية هذه المرة من وفد الصليب الأحمر أيضا بأنه ربما تحل هذه الإشكالية نهائيا؟ هم وعدوا بتقديم مزيد من المساعدات وايضا ارسالها عبر الطرق الامنه. ايضا كانت زيارتهم هذه كما نقول محضر خير. نامل من هذه المنظمه ان تكون اطلعت فعلا على حجم الماساه حتى تستطيع تقدير المساعدات اللازمه التي يحتاج اليها هؤلاء السكان، بخلاف التقارير السابقه التي كانت ترفع مثلا من المنظمات المحلية. قد المنظمات الدولية عادة لا تؤمن كثيرا بمثل هذه التقارير أو بحجم الكارثة الفعلية إلا إذا رأت بعيونها حجم المأساة الفعلية. هل تم مناقشة ملف الأسرى مع وفد الصليب الأحمر اليوم أم لا؟ نحن كجهات إغاثية لم نتناقش حول هذا الموضوع. نعتقد أنها ستناقش هذا الملف مع الجهات العسكرية. شكرا جزيلا لك المتحدث الإعلامي باسم ائتلاف الإغاثة في تعز أحمد الصهيبي، وعودة إلى عدن مع السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الأستاذ غمدان الشريف. أستاذ غمدان، هناك أنباء تقول بأنه حاليا ربما تفتح مكاتب طوارئ في عدن لهذه المنظمات الإغاثية. إذا ما تم فتح هذه المكاتب الخاصة بالطوارئ، هل هو فعلا يمكن اعتبار بأنه ستبقى مكاتبها في صنعاء ولن تنقل بشكل كامل ورئيسي إلى عدن؟ لا أتوقع أن المنظمات الدولية من مصلحتها بقى مكاتبها في صنعاء لسبب واحد، أن حشد المساعدات الإغاثية التي تقدمها دول العالم هي تقدمها للحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية هي التي سعت إليها، ولذلك ليس من مصلحة هذه المنظمات الدولية أن تصر على رأيها. لذلك اليوم شرحنا هذه الفكرة أن الحكومة تقدم المساعدات الغذائية لجميع المواطنين. وأذكر بشيء أن ميناء الحديدة هو ميناء تجاري وأكبر مواني الجمهورية اليمنية، وللأسف الشديد أن هذا الميناء لم يستغل لصالح المساعدات الغذائية ولكن استخدم لصالح العمل العسكري. وأكبر مجاعة هي موجودة في الحديدة.
أكثر الأمراض منتشرة هي في الفديدة. المساعدات الغذائية وصلت إلى صعده من ميناء عدن ومن ميناء المكلا ومن منسد الوديعة، ولم تصل من ميناء الحديدة ولا من مطار صنعاء. لذلك ونحن أوضحنا بالأرقام وبالأدلة أن هناك أكثر من 400 قاطرة تم نهبها من قبل الميليشيات وتم تحويلها إلى السوق السوداء. وللأسف الشديد حتى وضع الكرة الذي دعم التي دعمتها المنظمات الدولية تحيل هذا الدواء إلى السوق السوداء وكان وشول إلى سلعة تجارية. لذلك من مصلحة المنظمات الدولية وهي تعي بذلك يكون لها مقرات في العاصمة. نعم أستاذ غمدان، من مصلحة المنظمات الدولية، لكن هل أنتم قادرون بالحكومة الشرعية على إقناع هذه المنظمات؟ وربما هذه فرصة أن يصل يعني ممثلين رسميين من كل المنظمات العالمية برؤساء لجان ومدراء تنفيذيين لهذه المنظمات إلى عدن. هل ستنجحون فعلا بإقناعهم بنقل هذه المكاتب وأن مصلحتهم هي مع الشرعية، أم ربما لن يحدث أي طارئ أو جديد وتقتصر الزيارة فقط على الاطلاع على الأوضاع ثم المغادرة؟ أؤكد لك أن أحد المنظمات هي منظمة الغذاء العالمي أنها تم نقل مقرها الرئيسي إلى عدن وتعمل اليوم. مدير العام للمنظمة الصحة العالمية وافق على الرأي وأبدأ استعداده لنقل المقر وفتحه في عدن وكذلك في مأرب وحضرموت وفي الحديدة وكذلك منظمة اليونسف، وهم الآن لديهم زيارة قصيرة إلى صنعاء ومن ثم اجتماعات مع المنظمات مع طاقمهم الإداري، وسيتم تخفيض من مستوى التمثيل في صنعاء وسينتقل مع معظم الكادر إلى مأرب وإلى العاصمة المؤقتة عدن كذلك إلى حضرموت. هناك آلية تم تحديدها وكذلك اتفقنا اليوم أن يتم التنسيق ما بين المنظمات الدولية وما بين الإغاثة بحيث لا تتم توزيع أي مساعدات غذائية إلا عن طريق اللجنة العليا للإغاثة وكونها المشرف العام على هذه المساعدات. نعم، إذا ما تم الاستجابة لمطالب الحكومة وفتح هذه المكاتب كما تحدثت في المحافظات المحررة ونقل المكاتب الرئيسية إلى عدن، كيف سينعكس ذلك على اليمنيين وعلى سواء النازحين أو المحتاجين في المحافظات المحررة وغير المحررة؟ في حقيقة الأمر لدينا طرق بديلة. نحن أكثر المساعدات التي حصلنا عليها عن طريق مركز سلمان لإغاثة الأعمال الإنسانية الذي يقدم مساعدات كبيرة إلى هذه المنظمات الأممية، والتي وأكثر الدعم هو من دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة دول التحالف في المشاركة في عاصمة الحزم. لذلك يتم توجيه هذا الدعم مباشرة عبر اللجنة العليا للإغاثة وعبر مركز الملك سلمان ولجنة الإغاثة الكويتية وعن طريق الهلال الأحمر الإماراتي الذي قدم الكثير من المساعدات. لذلك لا أتمنى أن نصل إلى هذا الإطار مع هذه المنظمات الدولية، ولكن في حالة أصروا على عملهم فنحن مضطرين إلى اللجوء لهذه لهذا الدعم أن يسخر عن طريق هذه المراكز التي دعمت اليمن أكثر سرعة وأكثر دقة وأوصلت المساعدات إلى صعدة وأوصلتها إلى صنعاء وأوصلتها إلى الحديدة. ولذلك ليس من مصلحة، وأنا أقول لك ليس من مصلحة هذه المنظمات أن تصر على رأيها. نعم أستاذ غمدان، لا شك أن من أبرز الملفات التي طرحت أمام هذه اللجان الأممية التي وصلت إلى عدن والتقت برئيس الوزراء هو ملف الأسرى. هل هذا الملف يعني سيقتصر على جميع الأسرى سواء صحفيين سواء سياسيين سواء أسرى حرب، أم سيقتصر فقط على كما تحدث بعض الوسائل على العسكريين والسياسيين فقط؟ طبعا كان في مقدمة طلب رئيس الوزراء للصليب الأحمر هم الصحفيين الذين يجمعون في سجون الميليشيات دون وجهة حق. بالعكس نحن طالبنا السعي إلى أطلاق سراحهم من شرط أو قيد، حتى بدون نحن لا يوجد لدينا صحفيين من قبل الميليشيات الانقلابية نعتقلهم. الصحفي له كرامته وله رأيه وله نحن اليوم في العاصمة المؤقتة في محافظة المحررة كم الصحفيين الذين يناؤون للحكومة ولا نقوم باعتقالهم. نحن أوضحنا ذلك للصليب لمنظمة الصليب الأحمر وطالبنا بالسعي إلى أطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، وهم استعدوا في ذلك كما أدانوا اعتقال الصحفيين وقالوا أنهم سوف يسعون بالتخاطب مباشرة مع الميليشيات الإنقلابية أو عن طريق الأمم المتحدة كاملة. لذلك أنا أؤكد لك أننا كما ذكر دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عيد النغر تبادل الأسرى 100%
كاملا يعني دون التمييز ما بين هذا صحفي، لأن كل المعتقلين هما معتقلين تعسفيا دون أي وجهة حق، وإنما لأنهم أبدوا رأيهم، لذلك لابد أن يكون هناك نسبة 100% دون دس من أحد. بما نعم مولين في قرار من جهة الأمن الدولي، وهو اللواء ناصر منصور ومحمود الصبيحي وزير الدفاع، واللواء فيصل رجب ومحمد قحطان. أشكرك جزيل الشكر السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الأستاذ غمدان الشريف، كنت معنا من محافظة عدن، والشكر أيضا للمتحدث باسم الصليب الأحمر عدنان حزام، وكذلك أحمد الهيصمي المتحدث باسم الصهيبي عفوا المتحدث باسم الإغاثة في تعز، إتلاف الإغاثة في تعز. في ختام الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن.